نهاركم أبيض بخطين حمر بلون تي شيرت مدرسة الفن والهندسة. حلقة يوم الأربعاء 10 نوفمبر 90 دقيقة جديدة من نهاركم الأبيض. هكون معاكم أنا وزميلي أحمد علي. عندنا فقرات كتيرة كالعادة في نهارك أبيض، بس خلوني في الأول أرحب بأحمد. نهارك أبيض يا أحمد. نهارك أبيض يا أندي. نهارك أبيض يا نيرفانا. برحب بيك طبعا، وبرحب بكل مشاهدي قناة الزمالك في كل مكان. في الحقيقة عايز أقول لكم على حاجة. امبارح كنا بنتابع أخبار المنتخبات الأوروبية اللي هتلعب تصفيات المونديال، ولفت نظري تصريح لاثنين مدربين كبار جدا من مدربين فرق أوروبا، مدرب يوفنتوس ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد. الاثنين بيتكلموا على أهمية فترة التوقف في الدوري دي. كله عايز يدور على إعادة ترتيب أموره في فترة التوقف الدولي. المتابع للدوري الإسباني أو الإيطالي هيعرف إن أتلتيكو مدريد هو حامل لقب الدوري، وبرغم كده بدأ الموسم الحالي بداية مش على نفس نهاية الموسم اللي فات. نفس الأمر كمان يوفنتوس بدأ الموسم الحالي مع أليجري بداية غير موفقة. عشان كده الاتنين مدربين وغيرهم كتير على فكرة، الموضوع بتاع التوقف في الدوري ده كلهم هيستغلوه استغلال كامل. فإنت شايفة إيه رأيك نيرفانا في القصة بتاعت التوقف الدولي؟ فرق أوروبا نفسها عايزة تستغل ده، إحنا ممكن نسير على نفس النهج ونادي الزمالك يستغل فترة التوقف دي برضو؟ بص هقولك على حاجة، أنا لسه كنت عايزة أتكلم في الموضوع ده امبارح مع إنجي، بس كان عندنا كده إيه شوية رسائل مهمة بخصوص طبعا خارطة الطريق في الزمالك اللي بالمناسبة ابتدى يظهر ليها شوية معالم. إحنا كنا بنتكلم إن إحنا عايزين نعرف أي معالم يا جماعة، فابتدت شوية تظهر المعالم دي. بالمناسبة امبارح كان في تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عن موعد لفتح باب الترشح لانتخابات الزمالك في 23 نوفمبر الحالي. كل همنا زي ما قلنا امبارح نعرف بكرة في ايه في الزمالك، مش عايزين اكتر من كده. نرجع بقى لموضوعنا. انا شايفة بصراحة ان فترة التوقف الدولي جت في وقتها جدا جدا، وده اللي انا قلته برضو امبارح. احنا كنا محتاجين وقفة مع النفس يا جماعة شوية، بالذات في التوقيت ده بالتحديد. مش عيب ابدا زي برضو ما قلنا امبارح تخسر جولة في الأسبوع الثالث، مش عيب برضو أنك تخسر قدام المنافس المباشر بتاعك. قلنا امبارح أن احنا كسبنا 3-1 في الموسم اللي قبل اللي فات وخسرنا الدوري في الآخر، فنتيجة ماتش القمة ملهاش أي علاقة بحسم البطولة طالما لسه في 31 جولة تانية. بس يا أحمد تفتكر مثلا إيه المطلوب من الجهاز الفني واللعيبة خلال فترة التوقف دي عشان نرجع كده بأفضلية نفسية زي ما كنا الموسم اللي فات؟ يعني شايف ايه اللي ممكن يحصل؟ نشتغل على ايه؟ ندعم ازاي؟ نصلح ايه؟ نتجنب ايه الأخطاء اللي احنا ما نكررهاش عشان خاطر نرجع بنفسية كويسة؟ بص نيرفانا، في حاجة مهمة جدا وكانوا بيعملوها اللعيبة في آخر فترات الموسم اللي فات. بيبقى دور مهم جدا للاعبي الفريق من نجوم الفريق اللي هم كباتن الفرقة، زي كابتن شيكابالا، زي كابتن طارق حامد، عبد الشافي. بيعملوا زي جلسات، بيقعدوا مع بعض. اللعيبة الكبار دول بيبقى عندهم من الخبرات اللي نقلوها لكل اللعيبة، وبيبقوا عارفين الطريق اللي لازم يمشي فيه الفريق. أنا عارف طبعا في لاعبين دوليين كتير مش موجودين دلوقتي، وكمان نجومنا الأجانب اللي منتخبات بلادهم ضمتهم، زي حمزة المسلوسي طبعا آخر اللاعبين بعد سيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي. بصراحة انضمام حمزة المسلوسي في الفترة دي عامل نفسي كبير جدا، وهيزوده بشكل كبير، هيزود معنويات حمزة بشكل كبير، لأنه طبعا بعد آخر مباراة كله بدأ ينتقد حمزة المسلوسي. بس انضمامه بصراحة لمنتخب تونس حاجة موفقة جدا، بتمنى له طبعا التوفيق. لكن المجموعة اللي موجودة مهم جدا انهم يتكلموا بشكل مستمر. كمان الجهاز الفني لما يرجع مستر باتريس كارترون اتمنى انه يعالج خسارة الديربي بشكل منطقي، واهم رد لازم يعرفه لعيبة الزمالك هو الفوز في اول الجولات اللي جاية، وملناش دعوة بقى بغيرنا هيقابل مين، نتائجه ايه. هنعمل كده زي نهاية الموسم اللي فات نيرفانا لما ركزنا في اخر 7 مباريات. بص هو بمناسبه بس كلمه لما يرجع مستر كارتيرون، انا عايزه اقول انه اليومين دول يا جماعه التوقيت المحلي لخبر رحيل مدرب الزمالك هو التوقيت المثالي الحقيقه. تحس كده انه في مقال مكتوب وبتعاد نشره كل ما مدرب اجنبي في الزمالك يسافر ياخد اجازه عادي جدا، حاجه غريبه في منتهى الغرابه الحقيقه. تلاقي بقى في اخبار من نوعيه السد القطري يفاوض كارتيرون خلفا لتشافي اللي راح برشلونه، كارتيرون مطلوب في الدوري الاماراتي
نابولي الإيطالي يستغنى عن سباليتي من أجل كارتيرون. فهي يا جماعة بتبقى فيها عناوين الحقيقة مضحكة جدا، لأنه ما بقاش موجود غير الأخبار الفيك اللي كل شوية بتتكتب. أنا طبعا بتكلم عن مجموعة بعينها، مش بجمع الصراحة، أنا ضد سياسة الجمع في أي حاجة، بس مش كل مرة لازم أصدر نوع من أنواع الخوف والتوتر لجمهور الزمالك، لأن إحنا مش ناقصين يا جماعة، إحنا أصلا بنجمع الدنيا بالعافية، بنحاول إن إحنا نجمع استقرارنا عشان خاطر نعرف نكمل الموسم، وعشان خاطر نتجنب إن إحنا نخوض موسم ماراثوني زي الموسم اللي فات. بنحاول ناخد حق طبيعي جدا من حقوقنا، وهو ان احنا نعيش موسم طبيعي جدا في استقرار بقى فني، استقرار اداري، استقرار مادي، يعني مش لازم كله والله، احنا بنبقى راضيين حتى لو في نقطتين بس من النقط دي. فاتمنى ان احنا ما نشوفش القصص دي كتير ان شاء الله. وزي ما قلت لك من شويه برضو نيرفانا، موضوع المعسكرات ده بيبقى مهم جدا، صحيح، فلازم الناس كلها تتفائل بفتره التوقف الدولي دي. انا عن نفسي انا متفائل جدا ان الجهاز الفني هيقدر يعالج فيها شويه الاخطاء اللي حصلت في الفتره اللي فاتت. ان شاء الله هيكون لينا كلام كتير جدا عن استعدادات فريقنا بشكل دوري، وكل يوم هنتكلم من خلال فقره اقرا الخبر. عايز اقول برضو ان شاء الله بكره هتكون حلقتنا معظمها عن استعدادات منتخب مصر الاخيره لمباراه انجولا في تصفيات المونديال، واللي هتوقف عليها حسم موقفنا من تأهل الفراعنة للجولة الفاصلة والأخيرة من تصفيات كأس العالم. كمان عايز أقول إن خلاص منتخب مصر في طريقه للمطار، إن شاء الله يوصلوا بألف سلامة لأنجولا ويرجعوا لنا بالانتصار بإذن الله ان شاء الله. والصعود بقى لكاس العالم مره تانية، عندنا ايه بقى في سهم وقوس النهارده يا نيرفانا؟ بص يا احمد، احنا عندنا فقره حواريه الصراحه جميله جدا، وهي عن نوستالجيا الاسره الزملكاويه. كل فتره كده بيكون معانا ابن او ابنه نجم زملكاوي راحل. هيكون معانا النهارده الاستاذه مروه امير الرفاعي، نجله الراحل الزملكاوي الكبير امير الرفاعي، واللي شغل منصب عضو مجلس اداره النادي في اكتر من دوره انتخابية خلال فترة التسعينيات، كمان كان مدير عام نادي الزمالك. هنتكلم مع مروة في ذكريات الأسرة مع الزمالك، كمان هنفتح معاها ملف عمل المرأة في المجال الرياضي، فهنتكلم عن مواضيع كتيرة جدا جدا تهم المشاهد وتهم ان هو يسمعها ويعرف تفاصيلها. بصراحة عايزين برضو نأكد دور المرأة، بصراحة أثبت نجاح في كل المجالات دلوقتي، حتى الكورة بنشوف حكام، بنشوف ناس كتير جدا في أكتر من مجال بيحققوا نجاحات. طبعا في الأولمبياد حدث ولا حرج، الله يرحم طبعا الضيف أحمد هو الوحيد اللي تحدى سعاد حسني وخسر بعدها برضو في الآخر.